في الحقيقة ملف التغيرات المناخية ملف مهم جدا، ويوم بعد يوم بنعرف ان تأثيره مش ممتد بس او مرتبط بس بقصة المناخ، لا ده مرتبط بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وكل ما له علاقة بأكل او شرب او غذاء او تنفس او شرب الإنسان. الفترة الأخيرة في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالفترة اللي فاتت، وخصوصا اللي استمرت مع بداية منخفض الهند، طبعا بالتزامن مع التغيرات المناخية في تأثير هيحصل على الثروة السمكية وكمان على مواعيد الصيد، وبيكون في مراعاة لكل توقيت وخصوصا في هذه الفترة. يمكن عشان كده محتاجين نتعرف على نصايح خاصة للصيادين وازاي يختاروا الوقت المناسب والمناطق، بجانب كيفية الحفاظ كمان على الثروة السمكية وازاي الصيادين تقدر تحافظ على مصدر رزقها. خلينا نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون الدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد. يا دكتور صباح الخير على حضرتك. أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا دكتور. في البدايه لما نيجي نتكلم عن طبيعه تاثيرات التغيرات المناخيه على الثروه السمكيه، احنا حاسين انها بتاثر علينا احنا، فبالتبعيه اكيد هيبقى في تاثير على الثروه السمكيه. اكيد شو اكيد طبعا يا فندم. ازاي اللي حاصل دلوقتي اللي التغيرات المناخيه بسريعه التواتر الوتيره، ارتفاع درجة الحرارة، ممكن نواة ممكن تسبق وقتها تسبق أو تتأخر عن وقتها، كل الكلام ده بيأثر على الثروة السمكية من كذا في كذا ناحية. بالنسبة للبحار المفتوحة فده بيأثر على إن ممكن تتغير كثافة الأسماك في بعض الاماكن، او بعض يحصل بعض هجرات، ممكن لو في ارتفاع درجه حراره ممكن تبعد او تقرب مننا. اخواننا الصيادين بيكونوا على علم بهذا الامر وبيعملوا حسابهم بحيث ان هم بيبقوا متوقعين مثلا بعد النواه بيحصل ايه اي تغيرات. ده بالطبيعه. التغيرات مثلا ممكن تحصل في المزارع السمكيه، بس التغيرات في المزارع السمكيه بتكون مشاكلها اكتر، علشان كده احنا بنوصي دايما الناس بتتبع الطرق العلميه الحديثه، والدوله كانت سبقت في هذا الموضوع بطريقه كويسه جدا، اللي هي اول حاجه اللي هي لان طبعا البحار المقفوله او البحيرات المقفوله ممكن ارتفاع درجه الحراره ياثر سلبا على وجود الاسماك، فالدولة بمشاريعها العملاقة بالنسبة لتطهير وتعميق وإزالة مصادر التلوث، بالنسبة مثلا عندنا في بورسعيد بحيرة المنزلة بتوجيه المعالجة الثلاثية للصرف في البحيرة وتوجيه هذه المياه الملوثة لمشاريع الاستزراع، فده بيحسن جودة المياه صحيح. في هذه البحيرات فبينمي الثروة السمكية. طيب. لما بنقلل من التلوث فبندي صحة كويسة للأسماك، وبنساعد على زيادة مقاومتها لهذه التغيرات. صحيح. طيب احنا عندنا شتاء أصبح يعني صقيع ما بقاش شتاء، وعندنا صيف أصبحت درجات الحرارة فيه أعلى من المعدلات اللي بنشوفها كل سنة، زي ده بيأثر على الأسماك النيلية وبيأثر على أسماك البحار، يعني الأفضل إيه نعمل إيه نسوي إيه شتاء وصيفا يا دكتور؟ أيوة فندم. أولا بالنسبة للبحث العلمي هو اللي بيخدم هذا الأمر في نقط سريعة جدا جدا، إن إحنا الجامعات والمعاهد الخاصة بالمهتمة بالثروة السمكية في نقط بسيطة في أبحاث كتيرة جدا وشغل تطبيقي على أرض الواقع لتطوير سلالات كتيرة من الأسماك بتقاوم التغيرات المناخية. بندي بقى بنحاول نتبع الاساليب العلميه الحديثه في التركيز على التغذيه الصحيحه للاسماك وتعديلها وفقا لدرجات الحراره، تحسين جوده الميه زي ما قلنا، وتطوير تقنيات الاستزراع المستدامه بحيث ان احنا والله ممكن لما هيكون في ارتفاع درجه الحراره هيرتفع طبعا الاسماك بتتاثر سلبا شويه، ممكن يحصل لها
زي فقدان شهية، ممكن معدلات الأكل بتاعها تختلف. فإحنا المفروض إن إحنا بنعطيها الحاجات اللي هي المغذيات السليمة العلية السليمة، الحاجات اللي هي بتساعد على ارتفاع مقاومتها ضد الأمراض، لأن هي لو حصل لو الأكسجين قل ممكن يحصل فيه بكتيريا تطلع، يحصل فيه حاجات. فإحنا الأبحاث بتاعتنا والحاجات التطبيقية وبالتعاون مع بالجامعة والجامعات اللي هم التواصل مع الناس بتوع المزارع السمكية، ده بيحسن في متابعة. وكمان طبعا اتباع الأساليب العلمية. أنا عاوز أقول على نقطة جميلة جدا، إن الدولة كانت سباقة بتطهير البحيرات، لأن تطهير البحيرات يعني تعميق زيادة المية وجودتها وتطهيرها، ده يؤدي من إنتاج الثروة السمكية إلى فعلا مقاومة التغيرات المناخية اللي ممكن تأثر سلبا على الأسماك. طيب دكتور، هل في مواعيد معينة حضرتك بتنصح بيها في الصيد، يعني عشان نقدر نتجنب إن احنا نكون بنصطاد زريعة، إن احنا نكون بنصطاد سمك صغير، في أوقات نقدر لما نصطاد فيها نقدر نحافظ على الثروة السمكية وكمان ربنا يوسع رزق الصيادين يبقى رزقهم واسع في الصيد؟ هو والله لو الناس اتبعت الاساليب العلميه واتبعت التعليمات، واعتقد ان ده بيكون وارد، ان هم في اماكن الصيد محدده. تاني حاجه اللي هي شروط وتعليمات الادوات بتاعه الصيد واوقاتها، برضو دي باوقات محدده. واعتقد ان معظم اخواننا الصيادين بيكونوا ملتزمين بيها لان ده رزقهم. يعني ما اعتقدش ان في حاجات ممكن تتم بالمخالفات، غير ان ممكن برضو اكيد حد هيدخل وممكن اذا كان مثلا يلعب في موضوع المخزون بتاعنا من الزريعه، ده اكلنا وده ثروتنا والمفروض ان احنا كلنا متكاتفين ان احنا نحافظ عليها. صحيح. مشكورك يا دكتور. دكتور محمد اسماعيل، رئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد، شكرا جزيلا لك يا دكتور.